ماري ديالو أول امرأة تمارس الرياضات القتالية في موريتانيا لتخوض معركتها الأولى ضد المجتمع المحافظ الذي لا يسمح لها بممارسة هذا النوع من الرياضة. المزيد في تقرير أحمد بدي. ماري ديالو أول موريتانية تدخل عالم الرياضات القتالية لتخوض بذلك معركتها الخاصة ضد تقاليد المجتمع المحافظ. الخوف من الاعتداء والتحرش الجنسي جذب ماري نحو رياضة الجيدو، لكنها بذلت جهدا كبيرا لإقناع ذويها بذلك لتبقى ماري ديالو حالة استثنائية بين نساء موريتانيا. ورغم تشجيعها لهن على التوجه نحو ممارسة رياضات الدفاع عن النفس، يبدو ذلك أمرا صعب المنال في مجتمع لا يقبل حضور النساء في كل المجالات. عد الجودو الحمد لله من التسعينات، قريب من 20 سنة الحمد لله نمارسها، والمجتمع الموريتاني مجتمع متين شوي صعيب شوي، بالمجتمع إسلامي دولة إسلامية، والمرأة فيها ما هم عاطينها، والله ما تقدر كان هي ما تقدر تتعدل الرياضة في موريتانيا بالمجتمع محافظ حتى. شغف ماري بالجيدو دفعها إلى فتح مركز لتعليم هذه الرياضة في نواكشوط، لأنها تنظم كل عام أنشطة توعوية هدفها إقناع الموريتانيين بممارسة الجيدو التي تعد واحدة من أقل الرياضات انتشارا في موريتانيا. من عند تجاوز الحزام الأسود الدرجة الأولى قررت أني نفتح نادي متخصص بجميع الأعمار، ما هو عن الرجال عن النساء، فيه الناس كاملة تدرب فيه الحمد لله. لين فتحت نادي ما جبرت فيه أي مشكلة الحمد لله. تحتفظ ماري في بيتها بثمرة مسيرة استثنائية في موريتانيا، ميداليات وكؤوس حصلت عليها خلال تمثيل بلدها في مسابقات دولية عديدة. تميزها في عالم الجيدو أقنع أسرتها بأهمية خيارها رغم خروجه عن المألوف في محيطهم الاجتماعي. أحمد بدي لقناة الآن نواكشوط.